يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أقسم شخص بالله على المخلوق لكي يعمل له عملا فرفض هذا الشخص هذا العمل، فهل يكون آثما؟ وهل على الشخص المقسم كفارة يمين؟ لا شك المقسم عليه كفارة يمين، إذا حلف على غيره أن يعمل شيئا ولم يعمله عليه كفارة يمين، عليه كفارة يمين لأنه حنث في ذلك. نعم، وش السؤال؟ قل فهل عليه كفارة يمين؟ عرفنا عليه كفارة يمين، والشيء الثاني؟ السؤال فيه ما أدري وش فيه. هذا يقول إذا أقسم شخص بالله على المحلوف فرفض، فهل يأثم الذي لم يعمل؟ يأثم المحلوف عليه، يأثم إذا كان باستطاعته يعمل ولم يعمل فإنه يأثم، لأن من السنة أو من حقوق أخيك عليك إبرار قسمه. نعم، إبرار المقسم من حقوق المخلوق على المخلوق. نعم.